بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. Shout out to the person that requested this and shout out to everyone that's watching this. Hope you're doing alright. So today I'm going to be reacting to The Heavens Will Be Folded in Allah's Hand, powerful Quran. So let's see what this video has in store for us. Without wasting time, let's do it. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. I still don't get people that choose not to believe in anything. At the end of the day, throughout all these recitations, throughout prayers, throughout chapters and other books, whatever they may contain, we're being told to choose. I mean, you've got a choice to be a believer, to be a non-believer. But then, you know what's going to happen. I feel like there's always some truth to these books. You know what's going to happen. You're going to be left out on judgment day if you're a non-believer. You're going to do this and that. It's something interesting. This is just to remind us or remind yourself that you're supposed to do right.
live according to what you believe in, I should say. Just live accordingly. Live a good life, be helpful, be loving, be kind. You may never know, just be kind. This video was interesting. I really loved everything about it. The message was straightforward and everything else. A big shout out to the person that requested this. Give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, don't forget to subscribe. See you in my next reaction.